تبارك إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين آمين. سيداتي سادتي، ها نحن نفند كما قال مار بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس فصل 3 آية 16 أن الكتاب كله أوحى به الله ويفيد للتعليم والنقاش والتفنيد والتقويم في البر ليكون رجل الله كاملا معدا لكل عمل صالح، وهذا ما نأمله بعون الله. عندما يقال لنا أن مخطوطات الكتاب المقدس غيرت وتم التلاعب بها لأجل أهداف معينة أو كما يقال لغرض في نفس يعقوب، هذا الكلام أولا لا يستند على واقع علمي. مثلا قول العهد الجديد من غير أي تردد من إنجيل متى إلى سفر الرؤيا أن السيد المسيح صلب، ما الهدف إذا قيل أو نسمع دائما هذا القول أنه تم تلاعب بالنصوص، النصوص كانت تقول أن المسيح لم يصلب، فأتى قوم ولهدف في مخهم قالوا إن المسيح صلب، أي مصلحة لهم؟ دائما كما نقول في عالم الجنايات، من يستفيد من الجريمة؟ من يستفيد من التحريف؟ ما الفائدة من هذا التحريف إذا وجد؟ من سيصر وسيفرح ويفرق راحتيه وهو منشرح الصدر أن المسيح صلب؟ لا أحد. ما من أحد في زمن السيد المسيح ولا زمن الرسل أي الحواريين ولا زمن التابعين، لا أحد، لا عند الرومان ولا عند اليهود، كان يسر سرورا ويبتهج ابتهاجا بصلب المسيح. فعند الرومان الصلب أو الصليب كان أقصى عذاب وأشد عذاب وأكثر العذابات إذلالا ورهبة كما يكتب الخطيب الروماني تشيشيرو أي شيشيرون بقوله حرفيا كروداليسيموم تيترمومكو سوبليتيوم، يعني عذاب قاس جدا ومرعب جدا، أو ممكن ترجمة هذا السوبرلاتيف أفعل التفضيل أقصى عذاب وأكثر عذاب رهبة. أما عند اليهود فكان معروفا ملعون الذي علق على خشبة كما نقرأ في تثنية الاشتراع فصل 21 آية 22 وتابع. هل بولس كما يدعي بعض نفر من الناس اخترع أن المسيح صلب؟ في حين أن بولس شاؤول كان فريسيا يهوديا متعصبا يتفوق على زملائه في الغيرة على تقاليد أبائه كما يقول في الرسالة إلى أهل غلاطية فصل 1 آية 13 و 14 وتابع، هو الذي كان يشمئز من الصليب ويتكهرب من الصليب، كيف يمكن أن يفتخر بولس في الصليب وفقط بالصليب بقوله في نفس رسالته إلى الغلاطية فصل 6 آية 14 أما أنا ميانيتو فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي معنويا وصلبت أنا طبعا معنويا للعالم. وكما قالت إحدى الأخوات التي شاهدتها على التلفاز أمس، هل
كتاب محرف يدعو إلى أسمى الأخلاقيات، حتى الأخلاقيات التي يبدو أحياناً ولأول وهلة أنها فوق طاقة البشر، مثل أحبوا أعداءكم، مثل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، مثل التبتل الاختياري الكامل في سبيل الملكوت متى 19-12، مثل طوبى للفقراء، يعني تهنئة الفقراء، مع أن العالم يقول عن الغني أنه في اللهجة الأردنية والفلسطينية أو غيرها مبسوط، يعني أنه سعيد. شريعة الزوجة الواحدة، هل كتاب محرف يحث على الحب، يحث على السماح، الصفح؟ لا 7 مرات بل 70 مرة، 7 مرات. هل كتاب محرف يحث الإنسان على الفقر الاختياري والقناعة بالعيش الكفاف، أم يدعو إلى الانتقام وإلى آخره؟ إذن جيدة هذه الملاحظات. وكما قالت أيضا إحدى الأخوات، الشريعة المسيحية كما قال القديس بطرس ليسوع في آخر إنجيل، في آخر الفصل السادس من إنجيل يوحنا، كلامك روح وحياة، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. السيد المسيح قال أنا الطريق والحق والحياة، وكما ركز أحد الإخوة، المسيح هو الحياة، يطلب منا الحياة، المحافظة على الحياة، عدم قتل الناس ولا بأي شكل من الأشكال، لا باسم الله ولا باسم الوصايا. فعلا يسوع هو الحياة، الحياة هو الحب، أو الحب هو الحياة. إذن كما قال أمس أحد الآباء الفرنسيسكان الأفاضل، كلمة حب مكونة من حرفين، حياة وبقاء، يعني يبقى مدى الحياة خصوصا بين الزوجين، حيث يتحد طبعا حفاظا على الاتزان، وحفاظا على كرامة المرأة ومشاعرها أيضا، وحفاظا على الحب الحقيقي يبقى بين إنسان واحد وإنسانة واحدة. شكرا لإصغائكم.